الأربعين حالة اللي وثقتهم منظمة العفو الدولية خلال السنتين اللي تعداو فيهم كينا شفنا فيهم ديفاج، يعني أنماط تطلع وتهبط. شفنا في وقت معين حكومات معينة كثرت فيها شكايات من عند الوزراء ولا من عند مكتب رئيس الحكومة، أو في فترة معينة جيت فما بعض الشكايات ولا بعضها باسم أو في حق رئيس الجمهورية السابق، وجيت مدة أخرى اللي شفنا فيها تصاعد لإشكاليات من قبل النقابات الأمنية أو أعوان الأمن أو وزارة الداخلية اللي ماهيش قابلة للنقد في حالات مختلفة. يعني شفنا طلوع وهبوط من عند منين جاية الشكايات، يعني ما نجموش نقولوا اللي هو توجه عام، ما نجموش نقولوا اللي هو سياسة الدولة، لكن كان فما كل مرة حاجة تتبدل. وبالنسبة للجهات، كل جهة فيها اللي شفناهم احنا، يعني فيها أشخاص معينين اللي هما عندهم أكثر سهولة باش يشكيوا بالناس. في جهات معينين كانوا فما نواب يمثلوا جهاتهم اللي ما كانوش كانوا يرفعوا قضايا ضد أشخاص اللي ينقدوهم على الفيسبوك، وفي جهات المجلس البلدي كان بدأ أكثر من قضية، في جهات أخرى الوالي أو العمدة، يعني مختلفة المسألة، ما هيش مرتبطة بحكومة معينة أو سياسة معينة. احنا في الحالات اللي وثقناها لاحظنا انه الاطراف اللي تقوم برفع شكاوى مختلفه جدا، لكن يجيوا ساعات مده نلقاو فما نمط معين من جهه معينه. لاحظنا مثلا انه المؤسسه الامنيه ما عادش عندها قابليه كيما قبل انها تقبل النقد، وشفنا في المده الاخرانيه النقابات الامنيه، نقابه الامن الوطني كيف في بيانات نتاعها يعني الرسميه تقول انها باش تقوم بتتبعات عدليه ضد كل من يسيء الى المؤسسه الامنيه والعوامل الامن، وهذا شفناه في على الاقل 5 حالات من اكتوبر لتوا نتاع مدونين نشطاء ونشطات اللي تعرضوا لملاحقات بسبب اللي قالوه ناقد او ساخر على سلوك الشرطه وسلوك الامن في تونس. شفنا في فتره من الفترات كيف بضع حالات جات مع بعضها من مكتب رئيس الحكومة السابق يوسف شاهد. شفنا في بعض الجهات فما نواب ونايبات يمثلوا جهاتهم عندهم سهولة أكثر من غيرهم أنهم يرفعوا شكاوى ضد الناس اللي انتقدوهم. هو مقاضاة المدونين والنشطاء حسب ما شفنا احنا في الحالات اللي عيناها احنا ووثقناها هو خرق لحرية التعبير وانتهاك الحق في حرية التعبير في حد ذاته، يعني حتى اذا كان في الاخر ما يكونش فما عقوبة سجنية او القضاء الجالس في الاخر ما يحكمش بعقوبة سجنية نافذة، يقعد هو اللي تعرض له او تعرضت له المدونة والمدونة مشكلة في حد ذاته، فيه خروقات مختلفة، فما الهرسلة اثناء البحث والتحقيق من البحث البداية. يعني شفنا في حالات معينة نذكر منهم حالة في القروان، الشخص اللي كان يعني شارك كاريكاتور ساخرة على الشرطة في فيسبوك خرج من داره يلقى البوليسية بالكهرباء وراه يقولوا له شنو هذا اللي حطيته وتشوفه وكذا، ويكلموه بالتليفون، ويعني نوع ذا من هرسلة خرق من الخروقات. فما شكون في حالات معينة ما نجمش يحضر مع المحامي بتاعه، فما شكون في حالات أخرى تلقى استدعاء لتحقيق الاستدعاء ماهوش قانوني ما يذكرش الموضوع، فما في حالات كان فما أحكام غيابية كما في حالة متاع مريم منور اللي تحكمت بعشرة أشهر غيابي على خاطر ستاتيو فيسبوك. يعني هذا زاد خرق من الخروقات، هذا خرق للحق في المحاكمة العادة، يعني خطير الموضوع هذا، لكن كذلك مش مفاجأة على خاطر مشكلة الأحكام الغيابية مشكلة موجودة في القضاء في تونس بصفة عامة، القضاء الجزائري. بالنسبة للفصول القانونية اللي لقيناهم الأكثر استعمالاً على الأقل في 40 حالة اللي احنا وثقناها، لقيناهم منتشرين على قوانين مختلفة، يعني المسألة ما تتوقفش في مثلاً مراجعة المجلة الجزائية فقط،
لكن مراجعة قوانين مختلفة أخرى اللي في كل واحد فيها فصل أو فصول نجم تكون تمس بحرية التعبير وقاعدين نستعملوا فيها باش يحدوا من حرية التعبير. مثلا مجلة الاتصالات الفصل اللي ولا شهير توا مع محاكمة المدونين فصل 86 مجلة الاتصالات اللي يقول يعاقبوا بمدة بالسجن لمدة سنة أو سنتين، يعني من سنة إلى سنتين، وخطية من ظهلي 1000 دينار إلى 2000 دينار كل من تعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحته عن خلال شبكات التواصل العمومية، يعني مش حتى التواصل الاجتماعي، خاطر هذا قانون جاء في 2001 ما كانش فما شبكات التواصل الاجتماعي وما كانش فما سورتو حرية في تونس، منها خاصة حرية التعبير. فما فصول في المجلة الجزائية، فصول منها الفصل الشهير كيف كيف 125 تاع هضم جانب موظف عمومي أو بالقول أو بالفعل، هذا موجود يستعملوه. عندنا الفصل 128 نسبة أمور غير صحيحة. بالنسبة للقانون الدولي، الحالات اللي يمكن الحد فيها من الحق في التعبير أو من حرية التعبير هي حالات لازمها تكون محدودة جدا بالقانون، واضحة جدا بالقانون، ويكون عندها هدف ضروري، ضروري بمعنى حفظ النظام العام أو حفظ الصحة أو حفظ سمعة الآخرين، مش حماية معنويات أو مشاعر ناس نجم تكون حاسة بالإساءة. يعني هذا تو المشكلة اللي احنا عنا، اللي عنا المفردات هذه الكبيرة الواسعة اللي تخلي القانون قاعد يطبق بطريقة تعسفية على الناس اللي تستخدم في الفيسبوك للتعبير. كذلك فما فصول في قانون مكافحة الإرهاب نقدوها برشا وقت اللي القانون ما صدقش عليه مجلس النواب، منظمات حقوق الإنسان تحكي على تمجيد الإرهاب بطريقة واسعة جدا تنجم تنطبق على أي حد. فما كذلك فصول مالوريزمون في المجال العقوبات العسكرية الفصل 91 قاعد يطبق على مدنيين من أجل إساءة المؤسسة العسكرية. هذوما كلهم يعني احنا املنا انه ما نراجعوش فقط المجال الجزائيه، املنا ان ناخذوا كيما خلاص سنيه جويدين ونعديوها على القوانين نتاعنا الكل. المس من النظام العام او الامن الوطني ينجموا يكونوا نظريا سبب من اسباب تقييد حريه التعبير في القانون بطريقه كيما قلنا اللي هي تلتزم لشروط الضروره والتفصيل، يعني انها تكون مفصله واضحه سبيسيفيك والتناسب تكون متناسبة، يعني إذا كان فما عقوبة تكون متناسبة مع التجاوز، مش تكون مثلا عقوبة سجنية كما كنت نحكي على ستاتيو فيسبوك. ويلزمها كذلك تكون فيها شروط أخرى اللي هي مثلا إثبات النية كما في موضوع الأخبار الزائفة أو الإشاعات، أنه يكون فيها أضرار ترتبت عليها.